في المستهل وري الثرى ظهر اليوم بمقبرة العالية بالعاصمة جثمان رئيس الدولة رئيس مجلس الأمة السابق المجاهد عبد القادر بن صالح الذي وفته المنية أمس عن عمر ناهز 80 عاما. مراسم الجنازة حضرها إلى جانب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كل من رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش والوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة وأعضاء من الحكومة. كما حضر الجنازة كبار المسؤولين في الدولة وشخصيات وطنية ومجاهدون إلى جانب ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر وكذا أفراد من عائلة الفقيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحم فقيدنا، اللهم ارحم الأخ المجاهد عبد القادر بن صالح، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم وسع عليه قبره مد بصره، اللهم وسع مدخله وأكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أمنا في أوطاننا، اجعل بلدنا آمنة مطمئنة
وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر وسوء، اللهم احفظها من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، برحمتك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ حدودنا واملأ سدودنا، اللهم احفظ حماة البلاد ورعاة العباد. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظه بحفظك، وأيده بتأييدك، وانصره بنصرك، واكلأه برعايتك، ووفقه لخدمة الدين والوطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، إلى روح فقيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هيا الجزائر. Yeah.